يا ترى تجار العملة واللي لموا الدولارات من السوق السوداء على مدار شهور هيعملوا ايه بالدولارات مع استمرار الحملات الأمنية وانهيار السوق؟ وايه حكاية خطة غسل 50 مليار دولار من السوق الموازية؟ وايه المفاجأة اللي في انتظارهم؟ تفاصيل مثيرة هنعرفها دلوقتي من خلال الفيديو ده. سوق العملة جبرت وخربت ووقع تجار الدولار في مصيبة وورطة كبيرة لما خزنوا الدولار والعملات المضاربة بيها لما الأوضاع الاقتصادية في مصر تسوء ويتعوم الجنيه وتقف الاستثمارات ويبقى الطلب على الدولار كبير وملوش غير سكة واحدة. لكن الحكومة قلبت الترابيزة في وشهم بعد صفقة القرن في رأس الحكمة والدولار نزل الأرض وداخل على سعر البنوك. ولكن استمرار صعود الجنيه المصري قدام العملة الأمريكية ولو فضلت الأخبار الحلوة دي تيجي باستثمارات جديدة مش بعيد سعر الدولار في البنوك ينزل أصلا حسب قانون العرض والطلب، وخاصة مع إجراءات كتيرة تنفذها الحكومة والبنك المركزي المصري الفترة الجاية زي مبادلة العملة في أسواق بريكس، وبدأت فعلا بتوقيع صفقة استيراد لحوم برازيلية ضخمة بالجنيه المصري مع مناقشة لجدولة الديون مع عدد من الدول وتحويلها لاستثمارات، وحصل ده فعلا مع ألمانيا وإيطاليا وتحولت لمشروعات الكل فيها كسبان. طيب ايه هيكون مصير الدولار اللي في المخازن تجار العملة؟ وهو رقم ضخم، وحسب تقديرات خبراء مصرفيين حجم التداولات في السوق السوداء كان حوالي 50 مليار دولار. وطبعا دلوقتي المليارات دي مش هتقدر تدخل البنوك لان مصادرها غير شرعية، وفي نفس الوقت مش هترجع السوق السوداء للدولار لان خلاص مفيش سوق سوداء ولا حتى بيضة. يبقى هتروح فين؟ احنا هنقولك تجار العملة بيفكروا ازاي عشان يتخلصوا من الدولارات المخزنة عندهم بأقل قدر من الخسائر. شوف حضرتك، طبيعي لما كل الطرق لتصريف الدولار الغير مشروع تتقفل وتتسد، ومع الضربات الأمنية واللي بقى معاها احتفاظ التجار بالدولار خطر كبير جدا عليهم، وبالتالي مفيش حل قدامهم غير انهم يحاولوا يغسلوا الدولارات دي، او بمعنى انهم يدخلوها في أنشطة مشروعة زي تاجر عملة مثلا يعمل شركة استيراد وتصدير ويبدأ يشتغل في التجارة او يسلمها لحد شغال في نشاط شرعي عشان يخبي الدولارات معاه ويشغلها ويكسب قصادها بالجنيه، او يشتري عقارات ومعارض ومحلات ومزارع من شركات. لكن حتى الحل ده منفعش مع تجار العملة لأن رجالة الأموال العامة صحيين جدا ومتوقعين تصرفات التجار، وفعلا قبضت على عدد كبير من تجار العملة في قضايا غسل أموال وصدرتها. وطبعا مفيش قدام تجار العملة غير أنهم يخاطروا ويحاولوا تاني، لكن برضو هيلاقوا مباحث الأموال العامة قدامهم بتقول لهم من أين لكم هذا؟ وده لأن الداخلية صحية كويس جدا وعارفة مين في السوق ومين اللي دخل فيه جديد، والحرب دلوقتي بقت حرب معلومات، والفترة اللي فاتت كانت أجهزة الأمن بتجمع معلومات عن كل تجار العملة لأن مش هينفع يتقبض على حد من غير دليل. الحل الأخير بقى قدام تجار العملة والدولار غير أنهم يستمروا في تخزين الدولار على أمل الظروف ترجع تاني، لكن الحل ده معناه خسائر وخراب بيوت أكتر ليهم لأن الأزمة عمرها ما هترجع زي الأول، وبالعكس الحكومة اتعلمت من الدرس عشان اللي حصل ما يتكررش، وخلاص زمن الدولار انتهى وولى من غير رجعة. بانكير، نبض البنوك.